قبل أيام من استشهاده، أقام الفنان التشكيلي الشهيد مصطفى بوشناق المعرض التشكيلي السنوي الثالث للوحات الشهداء، والتي دأب منذ الأيام الأولى للثورة على رسمها بطريقة فنية معبرة تحمل أسماء الشهداء وطريقة استشهادهم، وذلك لعرضها ضمن هذا المعرض الذي كان يقام كل عام تقليدا لذكرى الشهداء وتكريما لذويهم، حيث كان إيمان الفنان الشهيد راسخا بأن دماء الشهداء هي وقود الثورة الوحيد التي تبقيها مشتعلة على حد وصفه، في مقابلة أجريناها معه قبل أيام من استشهاده. اللوحة تعني الشهيد بحد ذاته، فأحد الأشخاص أجع بيسألني بدل ما يقول لي أنه وين لوحة ابني، قال لي ابني وينه؟ فاللوحة بتدل عن الشهيد تماما وتبقى خالدة ذكرى والشهيد في ذاكرتنا إلى الأبد إن شاء الله، ما بننساه طاول، ودماء شهداء غالي علينا وعزيز علينا طاول، ومن خلال هذه المعارض نحن شهداءنا، نحن ما نسيناكم، أنتم باقون في قلوبنا. هذه الرسالة التي كرس لها الفنان التشكيلي كل حياته لم تأتي من فراغ، بل من تجربة خاصة عاشها مع ظلم النظام الذي حرق منزله وقصف عيادته الطبية، والتي كان قد خصصها منذ الأيام الأولى للثورة لإسعاف جرح المظاهرات، لينتقل بعد ذلك إلى كهف تحت الأرض ليكون مرسمه الوحيد للوحات شهداء كانوا قبل ساعات جرحى يداويهم. اضطريت أنه شون دا أهرب من البراميل والقذائف والراجمات والصواريخ، فاضطريت أنه أرسم مو بس فوق الأرض، بدي أرسم تحت الأرض. وأمام مئات الحالات التي أسعفها الطبيب مصطفى بوشناق ومئات اللوحات التي رسمها الفنان التشكيلي، يسقط الفنان المسعف شهيدا دون أن يجد من يسعفه على جبهة هو مسعفها الوحيد، ودون أن يجد من يخلد ذكراه بلوحة كان يرسمها لمن سبقه سوى هذا التقرير الذي ربما لا يعادل لوحة كان يرسمها الفنان الشهيد لاسم شهيد. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، من ريف حلب الشمالي.